يعني سولي فيه سولي ذبح أمه. لحظة لحظة، حسيني مو مستوعبة. الله يفجع أهلك يا كلب. أوه ماي جاد، غرف قلبي يا جماعة، الله ياخذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم إن شاء الله بنكمل اللي وقفنا عنده بالحلقة السادسة، لما المحكمة أعدمت سالي فيس، وبرضو واحد من المنظمة أرسل لنا رسالة إن ميبل ونيل تم خطفهم، ولازم نجي لنفس مكان المنظمة اللي جينا يعني قبل وما في غيره أصلا، عشان ننقذهم ونفجر المكان بالمتفجرات اللي خدناها من الشخص الغامض ده اللي ما نعرفه منه للحين يعني. فقبل لا نبدأ أتمنى تسعدوني بلايك وتشتركون وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بنا نبدأ. أوكي يا جماعة، آخر شيء إحنا قلنا إن أخذنا رسالة من هالشخص هذا اللي من المنظمة، وبرضو رسم لنا الخريطة وحط فيها أماكن المتفجرات اللي نفجر فيها، يعني حط علامة إن نفجر المكان في هالزاوية وهالزاوية وهالزاوية، عرفتوا؟ وإننا ما ندخل جوا عند رسمة العظام هذه، لأنه يعني مرة خطير المكان. فالحين إيش مطلوب؟ قلت إيه إن الحين نجيب المتفجرات اللي طلبها مننا. وهذه المشكلة، يعني أبي أعرف أنا وين مكاني، وبرضو قال لي أنتبه إنه ما حد يشوفني عشان ما أندعس. أوكي، أوه هيلو تو ذا نو نو. أوكي، هذولي الرهبان أو الأعضاء. يا جماعة، يقولون إنه وش بنسوي بدون انتصاراتنا، لأن الظاهر قاعد يخسرون أعضاء، الظاهر في أعضاء كثيرين يعني قاعدين يخونونهم، عرفتوا؟ ماي جاد، والله العظيم تحليلنا طلع صح يا جماعة. شفتوا، يقول للراهب الثاني اسكت لا تتكلم، هل تبي يذبحونك أو ينهون حياتك زي ما سووا في أستاذة باكرسون؟ مو بهم قالوا إن ما شاء الله فجأة بنفس الليلة صار لها حادث سيارة بسبب سائق متهور وسكران، طلعوا هم اللي ذابحينه عشان ما عشان يعني عشان زي اللي يغطون على الموضوع وما يبغون العيون تجي عليهم، عرفتوا؟ يعني ما همهم إنها معاهم، لا يذبحوه بس. Oh my god. هنا الراهب الثاني ما فهمت إيش قال بالضبط يعني، أو ما أدري كيف أشرح لكم، بس قال إن النهاية راح تحل علينا كلنا، إنه يمكن قصده شيء في الطقوس أو ممكن شيء مهم إذا قاله يمكن يندعسون زي ما صار مع بقية الأعضاء يمكن. أوكي. Oh my god. أوكي، هذا زر المتفجرات، إني أحط المتفجرات بعدين أضغطها. Oh my god. Oh hello. Oh my god، يما بغيت أروح فيها. أوكي، أحط المتفجرات في هذه العلب الغريبة. تمام، حطينا أول وحدة. يبي يشوفني، انتبهي لا يشوفس. ما أدري صراحة أنا في الخريطة وين مكاني، بس إني أنا قاعدة أدور الأماكن اللي حط فيها المتفجرات، شو أسوي؟ مجبورة. الله يفجع أهلك يا كلب. أوه ماي جاد، غرف قلبي يا جماعة، الله ياخذه. أوه السنتر الظاهر هو اللي ما أدخله. أوه ماي جاد، جابت أم العيد. أوبس، I better move from this. أوكي، طيب، اقبعي. صدقنا الثورة، باقي لنا واحدة بمتفجرات واحدة بس. أخيرا، that's all of them. إيه تقول هذه كل المتفجرات أخيرا. طيب، إيش أسوي الحين؟ لازم أطلع الحين يا جماعة. إيش هذه دان؟ أوكي، دخلنا مكان بس ما أدري شو. نيل. أو ماي جاد، ساجنينهم. تقول أنت بخير؟
يقول لي انه يعني انا كويس، بس انه يعني زي اللي بحق الجحيم، كيف دخلتي هنا يا جماعة؟ اش تقول خل هالشي هذا بعدين، وزي اللي خل نطلع الحين حنا بسرعة. وين تود وميبل، هل شفتهم؟ يقول نيل ان ميبل خذوها للقبو، تمام، وان تود توهم ماخذينه، اني انا شفته وهم يسحبونه يعني. اوه ماي جاد، هذه ميبل. اوكي قصدي معليش خربطت يا جماعه، نيل اللي يقصد في سيل ان هي في الزنزانه اللي جنبه، على بالي يقصد السيل اللي هو القبو اللي هو تحت يعني. يا جماعة نيل يقول انهم خذوا تود لغرفة مختلفة، وان انا ماني متأكدة، ماني متأكد وين مكانها، وانهم يعني زي اللي ضربوني وحطوني، ضربوني مع راسي وحطوه في هالمكان الظاهر. اي نفس اللي كان يقوله لاري، قلنا في شيء خرب يصير، ومرة شيء يعني شيء مرة سيء وكبير يعني، مرة ضخم يعني، شيء مرة يجيب الهم والغم والزق وكل شيء. تقول ان هل شفت المفاتيح وين مكانها عشان اقدر اطلعك وناخذ معانا، ناخذ معانا ميبل وتود. يقول واحد من الحراس او الرهبان عنده المفاتيح بس انه خطير. يقول نيل ان حتى لو قدرنا ان ناخذ مفتاح وهذا، انه ما راح نقدر نشيل معانا ميبل وتود، لانهم مره يعني ما ادري ايش يقصد في they are too far gone. يمكن يقصد ان ميبل يعني راح تفضحهم لانها فيها شيء يعني كأنها ممسوسة، وإن تود بعيد عنهم إنه في غرفة ثانية تماما. قالت آش إنه راح نقدر نسويها، ما عليك. يقول نيل إنه أتوقع الحين إن لازم نسوي الخطة بي. قام قال نيل إنه روحي احمي نفسك أو انقذي نفسك. someone has to live through this. إيه يعني زي اللي احمي نفسك وخلاص يعني، زي هم في الحلقة اللي قبل قالوا واحد مننا يمكن يموت والثاني يكمل يعني الخطة اللي متفقين عليها، عرفتوا؟ فهذا اللي قاعد يقوله نيل الحين. هنا آش تقول أنا مستحيل إني أترككم هنا لحالكم تحت، ولا أبي أخسر يعني أصدقاء زيادة، يكفي إني خسرت لاري وخسرت سول، طبعا هي خسرت سول بسبب غبائها. قام قال نيل I don't think we have any إيه. يقول ان ما عندنا خيارات ثانية يعني، هذا الحل الوحيد. اوه شوفوا حاطين عليه استفهامات، تهجون هذا هو اللي ارسل لنا الرسالة. قام قال لها يو ذير انتي. اوه ماي جاد متنا الموت. كراب ويت اي نو ذات فويس. اش تقول لحظة انا اعرف هذا الصوت، من انت؟ ترافيس يا جماعة، هذا ترافيس اللي كان يتنمر على سالي فيس في المدرسة، اللي عطاه بوكس تتذكرونه يوم كانوا في الثانوي. اوه ماي جاد طلع معاهم بعد اللحظة، ايش اللي جابه معاهم؟ هذا الشيء اللي انا مستغربته، او ممكن هو خاين، يمكن بس بيعرف يعني ايش الاشياء اللي يسوونها والمعلومات وكذا. يمكن يقول ترافيس يو نيد تو ليف، انه لازم تطلعين، لان اذا مسكوك هنا ما راح ينتهي هالشيء على خير يعني. طيب عطنا مفاتيح، تكفى. يو اش تقول ان شكلك مرة يعني زي اللي حوس، او شكلك صاير غريب، ايش اللي صار لك يعني؟ يقول ترافس لاش ان لا تمثلين علي انك انت مرة مهتمة فيني، الزبدة اطلعي من هنا قبل لا يكفطونك يعني. قالت اش يعني تكفى يعني، ساعدنا عشان ننقذ ميبل وتود وكلنا نطلع من هالمكان هذا مع بعض. يقول لها ترافيس ان اوثقي فيني يا اش او اوثقي في الشيء اللي اقوله، لان هذا شيء مستحيل انك راح يمديك تنحاشين. قامت قالت لاش ان انا ادري يا ترافيس ان فيك خير في داخلك، وترى سول نفس شاف ايش سول سو اتس تو اه قالت ان سول بعد نفس الشيء، ان يعني شاف الشيء هذا، ان يقصد المنظمة يمكن كذا، وانه هي ستود اب فور يو when no one else would، زي اللي ممكن وقف مع ترافيس، ترافيس في شيء معين وقف معاه عشان يعني ما يظلمونه وكذا، تمام. فقالت له يعني مثل ما هو سوى معك كذا، يعني انت سوى هالشيء عشان سول يعني. قام قال لها ان سول ميت، وترى انت راح تموتين معاه اذا قعدت هنا وقت زياده. قامت قالت اش يعني ايش دعوه، حاجه ما راح تساعدنا ابد. قام قال ترافيس راح احاول. قام قال نيل انه هو محق يا اش، انه لازم تروحين. but
هنا نيلي يقول انه ما يخالف يا اش، ان انا زي اللي يمكن متصالح مع هالشيء، يعني زي اللي ممكن يموت وكذا او خلاص يعني ينهون حياته، تمام. وقال في النهاية ان انا راح اتقابل مع تود مرة ثانية، ولا ادري في ايش يقصد انه راح يتقابل مع تود، ما ادري كيف راح يتقابل معه وهو مسجون، فما ادري صراحة. اوه ماي جاد. هنا يا جماعة آش تقول ان زي ترافيس طلعها برا او شي زي كذا، وقالت انا ما كان ودي اني اروح، ان كان ودي يعني يجون معي، لكن ادري ان سويت او ادري انهم اختاروا الشي الصح اني انا اطلع، يعني لان يعني المكان مرة خطير ومو بسهولة يمديها تطلع منه. اوه ماي جاد، رجعنا لسولي. هنا يا جماعة آش تقول ان احنا خططنا ان نفجر المكان، بس اني انا اخطأت ان ما قدرت اسوي هالشي، ان ما قدرت تفجر المكان واصدقائها موجودين، ميبل ونيل وتود، عرفتوا؟ اي يا جماعة شفتوا نفس ما قلتوا، ان ما يمديها تضغط على زر التفجير لان اصدقائها تحت، ويعني زي اللي ضايق صدرها، ما تبي تخسر اصدقاء زيادة، يعني يكفي اللي صار قبل. هنا آش تقول يا سولي إذا أنت موجود زي اللي عطني إشارة أو تكفى اطلع وساعدني أرجوك، إن أنت مستحيل إنك يعني رحت. أوه ماي جاد، إيش بصير؟ أوه ماي جاد، شكله بيطلع، والله شكله صارت يا جماعة. أوكي دخلنا الحلقة الخامسة والأخيرة اللي هي الذكريات والأحلام مكتوب. أوه ماي جاد، أوكي بنلعب سولي. قام قال سالي فيس إن هذا شيء قاعد يصير مرة ثانية. أوكي بس أنا مشوشة لأني ميتة الظاهر. أوه قال إن هذا الشيء رجع مرة ثانية، اللي هو زي يمكن فلاش باك أو الذكريات، يعني يقول من أنا. في صوت جاي من الإضاءة، من النور أو شيء زي كذا، يقول you are unbound، يقول سولي إن أنت الحين ما أنت مقيد، يعني ما أنت مقيد ولا مفكوك. عرفته؟ بس ما أدري في إيش يقصد، يعني زي اللي يمكن عشان ميت فخلاص يعني تحرر، عرفته؟ Oh my god. وفي صوت من الظلام يا جماعة يقول أنت مكسور يا سول، يقول النور، يقول الصوت اللي ظاهر من النور ان انت يا سول لازم يعني تتمالك نفسك او شيء زي كذا، ولازم تحارب الشر وما تخلي الكوابيس تسيطر على الواقعية حقتك او شيء زي كذا، زي اللي اوجد ذاتك او شيء زي كذا، عرفتوا؟ يعني زي اللي بيساعد عشان يعني يمكن عشان يتواصل مع آش ويساعدها. اوه ماي جاد، وصلنا البيت. وش ذا البيت ده؟ ليه يكون هذا بيته قبل لا ينتقل للعمارة؟ يمكن يجيبون لنا كيف يعني انفقش وجهه. اوه ماي جاد، وات از ذس، ذا وايت روم. اوه ماي جاد يا النور. اوكي هذا اللي يقصدون فيه الصوت من النور. هنا يا جماعة يتكلم الصوت من النور ويقول ان انتصر فجر البشرية على اقدم صراع، وهم شيء من لا شيء، ادري انا لحسة زيكم مثل ما انتم ملحوسين. يا جماعة لا تسمح لهم، الكلام طلع والترجمة طلعت زي اللي انت، لا يعني زي اللي كلم سول يقول لا تسمح لهم بانهم يطفئونك او شيء زي كذا، يعني حس لحسة ماني فاهمة. اوكي طلعت من الغرفة البيضاء، خلي برق الدرج، الوضع غريب. Oh hell no to the no no what the fuck is this. يقول سولي فيس hello، مرحبا. اوكي مجهول الشخص هذا، يقول I am glad to، يتكلم الشخص هذا يقول انا فخور او انا سعيد ان انت ذكرت انا ويني فيه. Do I know you؟ من جد هل أنا أعرفك؟ We spoke many times Saul. ليكون لحظة، الهيئة الوجه وهذا، ليكون هذا أبو لاري، ليكون هذا أبو لاري. قام قال سالي فيس صحيح إن
ايش هذا فويس؟ والله انك تحاسه. طلع جيم ابو لاري يقول صوتك مو غريب علي، يعني يكلم ابو لاري يقول له صوتك مو غريب علي، بعدين ذكر اسمه في النهايه عرف ان هذا ابو لاري. اوه ماي جاد، ورا كذا شكله يا جماعه. كاتبين عند اسم جيم اللي هو ابو لاري ان اللي يتكلم هو اوكي، هو جيم اللي يتكلم، لكن بقايا من شبح جيم او شيء زي كذا، عرفتوا انه يعني هو اصلا ميت بالاساس. ويتكلم جيم يقول ان هذا ان انا ها ان هذا جزء مني، وان انا قدمت تضحيات مره كثيره عشان اجي هنا، وان ايش اي اند اي لوست سو ماتش الونج ذا واي، انا زي يعني سويت تضحيات كثيره عشان اجي لهذا الطريق او شيء زي كذا. هنا يا جماعة سولي فيس يقول لجيم أنا آسف يعني للي صار لعائلتك إيفلين ولاري وليسا. طبعا أكيد أغلبكم ما راح يعرف من هي إيفلين، بيقول من هي أول مرة تمر علي، إلا إذا عاد كنتم مركزين مرة في القصة راح تعرفون من هي. بس يعني عشان للي ما يدري إن إيفلين هذه أخت جيم، وهي اللي كانت محبوسة في التلفزيون وقالت إن ما في أكل ولا شرب ولا نوم ولا شيء، يعني حتى ما يمديها تموت، عرفت انها محبوسة في الظلام. هذه هي ايفلين اخت جيم، يعني تصير عمة لاري، عرفتوا. يقول كان في وقت يعني كان يمديني اني انقذهم في المستقبل، بس عاد يعني زي اللي ما امدى، وكان وده يعني انه ينقذهم وكذا، هذا الشيء اللي يبغاه يعني انه ينقذ عائلته. هنا يا جماعة سولي فيس يقول ان هذا ما كان على الفاضي، لان الظلال راح تكون ستيل عايشة، وان المفترسين راح يجيبون زي الطاعون او شيء زي كذا، يعني يقصد زي الاوبئه، او انه يعني بيخربون العالم كذا، عرفتوا. اوه يقول انت المفتاح، يعني زي مفتاح مصيرهم او شيء زي كذا. if that means anything to you now، زي اللي يعني انت الوحيد اللي راح يمديك يعني تخليهم مرتاحين وتقضي على المنظمه هذه، يعني باختصار او توضيحه يعني مبسط، عرفتوا. اوكي يا جماعة هنا جيم يقول كلام بما معناه يعني ان انت يا سول بسبب ان روحك يعني كذا مقسمة او مشتتة، او متشن اشرح لكم اياها، ان بسبب روحك المشكلة هذه اللي صايرة او اللي فيك الحين، ان يمديك تتنقل بين العوالم او شيء زي كذا وتساعدهم، يعني يمديك تساعد من الاخر، يعني ان في انك تقضي على المنظمة، عرفتوا، زي اللي ممكن ان يحارب مثلا الشيطان وكذا، يعني ان الاهرامات هذه يعني يعني مره كويس انها محطوطه على قبر كيسول، هذا الشيء راح يخليك تطلع ويمديك تقابل اشلي. اوكي يا جماعه هنا جيم طلب مني اني اجيب الثلاثه اهرامات هذه، بس ما ادري يعني يمكن قصده من خلال اني احلل الغاز وكذا واجيبها له، يعني هذه زبده الكلام ما ابي اطولها ويقصيرها. اوكي يا جماعه الحين نجيب الاهرامات اللي طلبها مننا. شو السالفة؟ او ماي جاد، هذا ابوي بس من الشخص الثاني ما ادري. يا جماعة هنا يقول انا خايف من الانتقال لان هذا مو الخيار الصح او الكويس لنا. بعدين البيت ايش؟ The house has been on the market since. يقولنا البيت صار للبيع أو للإيجار. well for years now. الله 4 سنوات. أوكي يا جماعة هنا شكلهم رايحين يمكن لدكتور نفسي، يمكن عشان عقب الحادثة اللي صارت، وإن سول هنا معاه قطوة، وإن القطوة هذه زي اللي تريح أعصابه وكذا، وإن هذه يعني زي اللي خطوة يعني مهمة إن يعني ينتقلون لبيت جديد أو شيء زي كذا، عشان كذا جو للعمارة وصارت حياتهم زفت أكثر وألعن أكثر. والله إني كنت حاسة يا جماعة شكله لا شكله سول حاطيني يمكن في مصحة أو شيء كذا يعتنون فيه، يعني بالأطفال اللي صارت لهم ممكن حوادث رهيبة أو فظيعة. لأن هنا اللي قال هل أنت متأكد إن سولي فيس مستعد إنه يرجع للبيت معي؟ فشكله يكون عقب حادثة أمه، يعني ما أدري صراحة، يعني ممكن هو سوى علامات يعني مرة خطيرة، فعشان كذا أبوه وداه المكان هذا. قام قال الدكتور he is more than ready Henry are you sure you're ready.
يوم قال الدكتور ان سولي مستعد وكل شيء، هل انت مستعد يا هنري؟ Yeah, it will be good to have my son back. يوم قال ايه انه كويس انه راح ارجع ابني. والله ما ادري، احس اني بديت اصدق كلام التعليقات اللي يقولون انه ممكن سولي فيس سولي ذابح امه. او ماي جاد، وات ذا فاك، وش ذا الستايل الرسم ذا؟ فيا جماعة الحين أنا بدخل عوالم مختلفة، والظاهر إن في كل عالم راح أجيب أهرامات، تمام؟ أو المجسمات الأهرامية اللي طلبها مني جيم. فإذا كذا الوضع راح أختصر مرة، لأن ما له داعي أجيب اللقطات هذه. أوكي يا جماعة، أخذنا الهرم الأول. شفتوا آشلي ماخذة القطوة حقت سول؟ بعدين تكلمت آش، قالت سول شكلها حست. أوه ماي جاد، قاعد تكتمل. قالت سول هل هذا أنت؟ يوم قال إيه هذا أنا. قامت قالت ان انت ليش كذا شكلك وليش كذا صوتك؟ هل يعني كيف كذا؟ هذا مستحيل. There are so many things I want to tell you. انه في اشياء كثيرة بقول لك اياها. اوكي، اش حاطة هي المجسمات الثلاثة، وواحد منهم نور لان احنا سوينا اللغز حقه، عرفتوا؟ لان قالت اش ان واحد من المجسمات قاعد ينور، ان هذا قريب. To what تود هاد ان هيز نوت، ايه ان هذا نفس اللي كتبه تود انه لازم تنور كلها. اوكي، اوه ماي جاد، كل ماله يكتمل عشان يرجع لشكله طبيعي. اوكي يا جماعة، اخذنا المجسم الهرم الثاني الحين، تمام. او ماي جاد، اوكي يا جماعة بدأ صار يرجع لطبيعته. اوكي خلاص، الحين نروح لاخر باب. اوكي اخذنا الهرم الثالث والاخير، تمام. خلصنا الحين يا جماعة، خلاص. او ماي جاد يا صول، شوفوا وجهها، اول مرة اشوف وجهها. وجهها ترى بس نصه معدوم، يعني مو كله. قالت اش I don't understand what happened but the third one is activated now, will this bring you back. قالت انه شو السالفة، انه ليش يعني ليش كذا قاعد يصير، يعني زي اللي قصدها ان شكل سول يعني مره مو كويس، مع ان المجسم الهرمي الثالث انه يعني تفعل وكذا، انه ليش مو قادر يرجعك او شيء زي كذا. My ghost will be able to interact but my body can't be. يقصد ان روحه راح تكون موجوده بس ان جسمه مو موجود، شيء زي كذا. تمام، سوينا اخر شيء يا جماعة. لحظة، هي ليش قاعد يتكهرب؟ ايش فيه؟ قاعد يتعذب. قامت قالت اش ان زي اللي شت this was supposed to. من جد المفروض هذا زي اللي يعني يرجعك استغفر الله للحياة. هل انت بخير؟ يقول ان هذا قاعد يعذبني وقاعد يألمني. قالت ان في نوتة تود في شيء ثاني ظهر تسويه، بس انه زي اللي ممكن ما فهمت او زي اللي ما عرفت الطبقة يمكن. قالت ان ادري وش يعني هذا، او ادري ايش راح اسوي، فخلنا نشوف شو. اوه هيل نو، او ماي جاد، الا المنطقة هذه يا جماعة بتنتحر. قام قال لها سول الاش لا تسوينها، شكلها تنتحر عشان يمكن يدخل روحها، يعني عشان يدخل روح صول في جسم اش، مو هم قالوا لازم جسم. او
ماي جاد، قالت انه اذا هذا شيء راح يرجعك للحياه راح اسويه، اهم شيء انه يتعدل كل شيء. اح راح تنحر يدها. أوه 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 أوه. قام قال لها نون يعني لا تسوين. Go save them Sally face. إنه روح ساعدهم يا Sally face. شكلها بتنتحر. I hope we meet again. أتمنى نتقابل مرة ثانية. أح. أوه يو ماتت. قام قال آش نو. ادخل ادخل فيها بس. شو دخل في يدها بس. او ماي جاد يا الحماس الارضي. او ماي جاد يو جابوا الاشخاص اللي ذبحهم. او ماي جاد شوفوا هذه ام سولي ديان، شوفوها تحت تشق، يعني معناته شكلها هي من ضمن الاشخاص اللي يعني اللي قتلهم سول، عشان كذا. او ماي جاد يعني سولي فيس هو اللي ذبح امه. لحظه حسيني مو مستوعبه. يقول اشلي زي اللي يقول انه يعني ليتس ما سويتي هالشيء، ان انت من قبل يعني من قبل انا احبك وانت يعني زي اللي كبيره في عينه وكذا. ايش اللي صار؟ او ماي جاد رجعنا لاشلي. جود يعني معناته دخل فيها صار صح؟ تتكلم اش تقول وش اللي صار لي؟ وش او ماي جاد والله شكله صح علي، شكله صول دخل في جزء من جسمها مو كل جسمها، يعني معناته انها ما ماتت. او ماي جاد قاعد يكلمها، هذا صوت بداخلها يقول لها اش انه يقول صول اش هل تسمعيني؟ لانه هو الحين داخل عقلها عرفتوا؟ او خذها جزء من جسمها. قامت قالت وينك فيه؟ قام قال لسول ان الطقوس زي اللي بدت وكذا، بس انا ما اقدر ارجع للعالم الواقعي، فلازم انتي ايش يو ماست بي ماي سورد ان ذا فلازم انا اكون سيف سول لكن في الظلام، او خلينا نقول في الواقع عرفتوا، وهو يمكن يحارب مع الوحوش اللي مثلا في العالم الموازي، مثل ما قال جم لنا انه تحارب في العوالم الموازية. اوه هيلو وربي ذا خبز ما في الا قوة خبز صار. قام قالت واو thank you for trusting me with this. قام قالت له شكرا لانك وثقت فيني وعطتني هالقوة. let's go kick some ass. يقول يلا خل نروح نركل مؤخرات ذولي المنظمة. او ماي جاد حماس. اوكي يا جماعة بنروح الحين للكنيسة، لان هي اللي تحتها المنظمة ودخلنا فيها اخر مرة. الحين ما في الا قوة خبز، تعال حبيبي. حاسب اني خايفة منك؟ او ماي جاد شوفوا سكروا الدرايش. قالت ان زي الشتر مغطي او مسكرينه بالشتر، كيف ادخل جوا؟ قام قال سول ان اتوقع ايش اي ثينك اي كان جيت اس ان. قالت انا اتوقع قال انا اتوقع يمديني ان ادخل نفسنا جوا. او ماي جاد كيف راح ندخل جوا؟ اوكي عن طريقه هو. ايش اسوي يا اسطى؟ طيب اوكي شكلها دخلنا مع الباب ولا ايوه. وات ذا فك وش ذا ستايل ذا؟ يا سلام سويتها اخيرا. اوكي يلا يلا يا اش. يا جماعة لحظة معليش أنا أعتذر على القرف اللي طالع معليش. أوه ماي جاد
لحظة خليني استوعب، هذا نيل وهذه ميبل صح اللي على اليمين. اوه ماي جودنس. اما اللي في النص اللي شعرها اخضر، ما ادري شعرها اخضر، اللي شعرها اخضر وبشعر مو في ذولي ما اعرفهم. اوه ماي جاد يا جماعة، الرئيس حقهم اسمه كينيث، يقول كنا ننتظرك يا حلوة، وهذا توت في النص. اوه ماي جاد، شكله هم اللي كانوا مسوين فيه الطقوس، عشان كذا يمكن دخل فيه الشيطان. اوه ماي جاد، او هيلو. اخبز يا حبيبي، تعال تعال تعال، خايفة منك انا، تعال تعال. ليش ترفس ما يساعدني؟ يلا اللي بعده اللي بعده حبيبي، عطني عطني ورا بعض، عطني ورا بعض. ابلع ابلع. او ماي جاد، ايش صار؟ ايش في صديق؟ او هيل نو توت. اوكي هذا سول. Don't worry, we are gonna set you out of this. راح نطلعك من هالمكان. بعدين شخص مجهول يقول سول، هل هذا انت؟ مين؟ عرفت، لاري. والله عرفت انه لاري، انا متأكدة انه لاري يا جماعة. نفس الخشم، نفس الخشم ونفس الستايل اللبس، لكن طلعت له لحية. والله اني عارفة انه لاري. ايه من الحبة خالص، شفت صح علي، لاري. او ماي جاد، يو كيوت. قال لاري انا عندي شيء لك يا سول، لقيته في اللامكان، شيء زي كذا، او المكان الضائع. او ماي جاد، الجيتار. يقول لاري ليف تود تو مي، ان اترك تود لي، انا يعني انا بساعده، وانت حارب يعني حارب الظلال. they are starting to seep in، اي يعني نحاربهم عشان ما يعني يعيثون في الارض فسادا. يا الله، قام قال صلي كن حذر يا لاري، قام قال انت بعد يا صاب. They are here. Oh! ألعب بلاري! Okay! Eat my ass, you red-eyed bitch! زقة مع لاري. شكلي ألعب فيهم كلهم الثلاثة! Oh my god, what the fuck? وش ذا؟ ابلع! ابلع يا كلب! ورع! اي هذا هو، انا قاعد اتقاتل مع الزعيم. ابلع يا زق، ابلع. يا سلام، ابلع. او ماي جاد، ترافيس. وربي كفو، يقول انا ما راح اخليك تسوي هذا، وربي كفو. قام قال كينيث، يا جماعه كينيث فيليبس، هذا اسم ابوه، يعني ترافيس هذا ابوه. او ماي جاد يا جماعه، لحظه خليني استوعب. الاستاذه باكرسون لما كانت تنادي على ترافيس، نادته بمستر فيليب، وفيليب هذا هو اسم عائلته، يعني معناته ان هذا شكله ابوه. او ماي جاد، يا ان ابوه يا ان جده، واحده من الثنتين، بس انا متاكده انه ابوه. او ماي جاد، يا الصدمه. قام قال هذا كينيث، انا ماني مصدوم منك يا ترافيس، ان انت دائما مخيب للامان. قام قال ترافيس the feeling is، ما ادري وشو، you fucking break، يقول زي اللي يعني كل زق وعض على شحمه. you know you can't stop this son. والله اني كنت حاس، اقسم بالله، اشواني انتبهت على الاسم ابوه يا جماعه، تخيلوا ابوه القائد. او ماي جاد، عشان كذا هو معاهم في المنظمه، وبس انه خائن، يعني مو عاجب الوضع. يا الله، صدمة صدمة، وربي ما توقعت ولا 1% ان له علاقة في ترافيس. قام قال كينيث اللي هو ابو ترافيس، ان انت تدري يا بني انه ما راح تقدر توقف هذا. او ماي جاد، يو ضحى بنفسه. او ماي جاد، اشلي جيت اوت اوف هير ناو. او ماي جاد، شوف عيونه. I can't end like this. We have to
I have to. بتفجر المكان. ايه فجري فجري ابو. ليش ما يتفجر؟ او ماي جاد علق الموت. رحنا فيها. اوكي رجعنا للاري. اوكي شو السالفة؟ ايه يا جماعة نلعب فيهم ثلاثتهم لين ما نقضي على المنظمة. يتكلم لاري يقول I got you Todd, hold on buddy. اوكي تمام تمام انقذنا تود. حلو حلو. اوكي الحين نلعب بصول. جماعة توت تكلم يقول نحن دائمون أو أبديون. لا يكون يقصد إن الشيطان يعني أبدي ما يموت. استغفر الله. أوه الله. ابلع. ابلع يا زك. دمرناهم يا جماعة. أخيرا قضينا على المنظمة. أوه يا جماعة قضينا عليهم خلاص. انقذنا تود. تود Are you okay؟ لاري هي توا تشوفها. It's good to see you Ash. I like the new look. هي لأن لاري ما يدري عن Ash أنا قصت شعرها. When did you get so? يقول تقول آش إن أنت ليش شكلك مرة كبير يا لاري؟ يعني متى صرت كبير؟ Why does it feel so bad? Are you sure it's over? تتكلم آش تقول له ليش إيش أحس بشعور غريب؟ هل متأكد إنه يعني خلاص انتهى؟ آه يتكلم لاري قال لاري seems like it but I just يقولون ان اوكي حنا قضينا عليهم لكن زي اللي يحسون استل ان في باقي شوي. اوكي قام تود بس عيونه جمر. قالت يو ار الايف انت عايش. وات هابند؟ قالت اش ان اتوقع ان حنا خلاص وقفناهم يا تود. قام تكلم لاري قال انا سعيد انك بخير يا تود. تكلم سول قال good to have you back. ان هذا يعني كويس ان رجعناك يا تود. We'll fill you in on the details later after we get you bunch up. There's a lot to talk about. يقول زي اللي مو وقت الحين اشرح لك السالفة خلها بعدين لما نجتمع مع بعض يعني. I am sorry I didn't tell much. يقول لاري انا اسف ما عندي وقت كفاية. بيروح. قام قال سول لاري I didn't think I'd be afraid when I just wish I had more time. يقول I didn't think I'd be يقول أنا ما توقعت إني راح أكون خايف الظاهر أو شيء زي كذا بس إنه أتمنى لو كان عندي وقت زيادة عشان أقعد معاكم. يو راح. يقول لسول إنه يعني أنا متأكد إنه راح نشوفه مرة ثانية يمكن في عالم موازي أو شيء زي كذا. بعدين قال if there is such a place. يوم قال راح اشوف اذا كان في هناك يعني زي مكان وكذا. يا الله خلاص يا جماعه خلصنا اللعبه اخيرا. To be continue. يعني في جزء ثاني. او ماي جاد يا جماعه في جزء ثاني مكتوب انه مكتوب continue معناته في جزء ثاني شكلهم بيسوونه. مع ان لعبة سولي فيس نازلة 2016 ترى مرة من زمان.
ما أدري صراحة، بس غريبة ليش كاتبين to be continue، معناته باقي تكمل القصة، وبرضه يمكن باقي أحد من المنظمة يمكن، لأن شفتوا لاري أنتم مدري سول قال لنا هل أنتم متأكدين إن خلاص قضينا عليهم ولا لا؟ اوكي يا جماعة راح اوقف لين هنا او الى هنا، ننتهي من لعبتنا الجميلة سولي فيس. اتمنى انكم استمتعتوا فيها مثل ما انا استمتعت، وصراحة مرة مرة انصدمت من النهاية ومن الاشياء اللي صارت في الحلقة هذه. فاكتبوا لي تحت رايكم ايه، يعني اكتبوا لي تحت رايكم في الحلقة، معلش كلش باني مرة مرة متحمسة، اكتبوا لي رايكم في الحلقة وايش توقعتوا يعني النهاية، وبرضه راعي المنظمة او رئيس المنظمة، يعني من توقعته قبل لا يعني قبل لا تشوفونه وكذا. انا صراحة مثل ما قلت ولا 1% توقعت انه هو ابو ترافيس اللي يكره سولي، مع ان هذا ساعدنا وضحى بنفسه يعني. فقبل لا ننتهي اتمنى انكم استمتعتوا معاي بسلسلة سولي فيس، وقبل لا ننتهي اتمنى تسعدوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، أشوفكم بإذن الله في تخاتيم ثانية.